مشاهدينا القسم الاخير من خليك بالبيت مع النجمه يارا. يارا، هل انت سعيده كونك مغنيه مطربه فنانه؟ هي الحمد لله سعيده. كنت بتحبي تكوني شيء ثاني بحياتك ولا دائما كان حلمك انك تكوني؟ لا، كان حلمي اني اكون نغني قدام الناس ويكون عندي اغاني خاصه لإلي. الواقع الغنائي، حال الغناء العربي اليوم بيسعدك ولا بيزعلك؟ يعني في هيك وفي هيك، بس انا اكيد ما راح اقدر، مش بوضع اني احكم، بس في المنيح الحمد لله بغطي على اللي مش منيح. مين بتسمعي؟ مين احب الاصوات لنفسك؟ في كثير اصوات بحبهم، مثلا من لبنان عدي لي هيك اسم. ما انا يعني اذا بدي اذكر بدي انحرج، لانه في كثير. معلش هلا بكل الحلقه من اولها لاخرها فيها سؤال ممكن يحرجك. يعني عم تحرجني هلا، رح يزعلوا مني لانه اللي بيعرفوني واللي بحبهم واللي بحب اسمعهم. ما عندك هيك اسم اسمين ثلاثه بتحسي انه قراب كثير لنفسك؟ بحب الفنانه شيرين. نعم. بحب الست اصاله. بحب من لبنان الفنان فضل شاكر، اكيد الفنان وائل كفوري. من الخليج اكيد الفنان راشد الماجد، الفنان ماجد المهندس. في كثير عن جد بحبهم كثير. الاصوات النسائيه الخليجيه، الفنانه نوال من الاصوات الجميله جدا. طبعاً. نوال، طريقك بعالم الغناء والفن كانت سهله؟ مفروشه ورد ولا ورد وشوك ولا صعبه كثير؟ بدايتها كانت صعبه كثير. صعبه اكيد. حوربتي؟ اي طبعا. مين بحارب؟ يعني مين بحارب فنانه ببدايه طريقه باول؟ ما بعرف، يعني بتكون مثل ما بيقولوا المحاربه تحت ال تحت الطاوله. تحت الطاوله صحيح. في مفتاح للنجاح بالحياه؟ شو هي مفاتيح النجاح؟ شو اهم شيء لينجح الانسان برايك؟ اول شيء اداره الاعمال، شغله كثير اساسيه وكثير مهمه للفنان. نعم. لانه اداره الاعمال هي الواجهه للفنان، وخاصة إذا كان مدير الأعمال عنده حب للفنان. نعم. اللي عم يشتغله بيوثق فيه، بيوثق بموهبته، وفي تفاهم، هيدا أهم شيء. على المستوى الشخصي، يعني الصفات الشخصية بالإنسان لينجح شو لازم يكون برأيك؟ لازم يكون متواضع أكيد، عنده. نعم. تواضع، ولازم يكون بيحب فنه وبيشتغل للفن مش لشيء ثاني. مخلص لفنه، لهالشيء اللي اختاره، لهالشيء اللي بده اياه. دير الاحمر شو بتعني لك؟ بلدتك دير الاحمر، انا بفتخر انه من هالضيعه اللي اهلها طيبين واللي علمونا نحب الارض ونحب بعضنا. للأسف ما قدرت تعيش بهالضيعة لأنه بسبب ظروف عمل أهلي ببيروت. نعم. بس دايما لما يكون في ظروف تسمح أني أقدر زور هالضيعة اللي أنا بحبها ما بتأخر، أكيد بوجه لهم تحية. لكن شو اللي بميز هالدير الأحمر برأيك؟ في كتير أشياء بتميزهم، أبرزها طيبتهم، نخوتهم طبعا، حبهم لأرضهم، حبهم لبعضهم. مش كلجية ولا مسالمين؟ بوقت الهيك بوقت السلم وقت الضرورة وقت الضرورة مش كلجية، وقت السلم مسالمين. على كل حال بنمسيهم بالخير جميعا طبعا. يا رب، سؤال دائما بنطرح عليك لابد منه، لما بتنذكر دير الأحمر بتنذكر إليسا أيضا، أي بنت هالضيعة، كيف علاقتك ببنت بلدتك؟ بصراحة ولا مرة التقيت فيها، ولا مرة ثاقبت اني حكيت معها، ما بعرفها على الصعيد الشخصي. نعم. اكيد بعرفها على الصعيد الفني بس. رأيك فيها كمغنية كمطربة؟ نجمة اكيد، الله يوفقها يعني، بس ما كثير بحب اعطي رأيي بفنانين غير، يعني ما بعرف، بس الله يوفق الكل. طيب بين اليسا ونانسي وهيفا مين اقرب لإلك؟ أقرب لإلي من أي ناحية؟ يعني مثلا بعرف نانسي وبعرف هيفا، ثاقبت والتقيت فيهم وحكينا كثير مع بعض، يعني هذا اللي بس بيفرق. بس؟ هي أكيد إنه بعرفهم شوي على الصعيد الشخصي، مش بس. بتحس العلاقات الإنسانية بالوسط الفني علاقات
صادقة، علاقات حقيقية، ولا علاقات مجاملات ولياقات؟ حسب، ما بعرف، حسب الشخص. حضرتك مجاملة ولا صريحة؟ لا أنا عادة صريحة، يعني يعني ما بحب جامل. الشخص اللي بحبه بحبه، وبحب لا. كل الفنانين، مع علاقتي جيدة جدا مع كل الفنانين فعلا، ما عندي مشكلة مع أي حدا ولا هن عندهم مشكلة معي، الحمد لله. بتشتاقي لاسمك القديم كارلا؟ ما بشتاق، لأنه بعد لهلا بينادوني فيه بعائلتك بأصحابك القراب. مين قالك يارا؟ طارق. ليه؟ لأنه حسه يعني اسم فني أكثر من كارلا، اسم عربي قريب كمان وسهل. ست فيروز غنت ليارا كمان طبعا، قصيدة سعيد عقل الشهيرة. في شي سؤال كنت بتحبي أسألك إياه وما سألتك إياه الليلة؟ لا بالعكس، كل شيء قلته كنت كثير مرتاحة. بشكرك على هالشيء اللي اعطيتني اياه، يعني اني اكون مرتاحة. بالعكس ما في شيء. إذا والدتك عم بتشوفنا الليلة شو حابة تقولي لها شيء؟ هلا ليه حاطيني بالبيت؟ قاسي والدتك؟ لا لأنه ما جبتنا، لازم نعطيها حقها شوي. يعني هي الوالدة أكيد بوجه لها تحية، هي كانت لها الدعم الأكبر من صغري. هي اللي نمت لي هالموهبه اللي عندي اياها، وهي اللي سيده نزيهه اذا مش غاروزه رولا صحيح. فهي الدعم الاكبر، الله يخلي لي اياها. وهلا بنشوفها بالبيت، بنشوف شو احلى شيء فيها. كل شيء حلو فيها. بدك تغني لها شي مره؟ ايه ليش لا؟ كتار غنوا للام، ها مرسي خليفي غنيت للام انا بالاوبريت مع مع المجموعه طبعا معروفه، وشفناها لما عرضت كثير على بشو بدنا نختم. خليني قبل ما اترك لك الختام لحضرتك، يعني طبعا اقول لمشاهدينا انه يتابعونا الاسبوع الجاي، بتمنى مع ضيفتنا سيده مرموقه من لبنان، السيده مي خليل، سيده صاحبه مسيره يعني طويله انسانيا واجتماعيا، رئيسه جمعيه ماراثون بيروت او بيروت ماراثون. بتمنى انه يتابعونا الاسبوع الجاي. انا بشكرك، بشكر الاستاذ طارق ابو جودي وباتريسيا هاشم. اكيد وتوني البايع كمان طبعا، وبشكر استاذ جوني هاشم. معلش خليني اشكر كمان ميك اب نادره من صالون فادي قطايا، وشعر مايك من صالون جو رعد، مجوهرات عزار، كل الاكيب اكيد. ولك كمان شكر كثير كبير، شكرا على هالفرصه اللي اعطيتني اياها اني اكون موجوده بهالبرنامج هيدا المهم. انا انبسطت كثير كبير لإلي، وبتمنى انه مشاهدين ومتاكد انه شاركوني هالفرحه بوجودك. ان شاء الله. وتفضل يلا شلنا توصى فيي للاخر. دائما بقولوا لك لمين بتقولي توصى فيي؟ ما رح اسالك. انت بمين بتتوصي؟ انا بمين بتوصى؟ بتوصى بالكل انا.